أما الحديث عن التصويت الإلكتروني فهذا أمر قلناه لأكثر من مرة يحتاج إلى تعديل دستوري، لم تبادر أي حكومة أو مجموعة لاقتراحه في ظل العهد وفي ظل رئاسة الجمهورية والتحكم بالحكومات ووجود أكبر كتلة نيابية، فكفى بطولات وهمية واستعراضات أمام الناس الذين أصبحوا يعرفون كل الحقائق. شهد لبنان في الفترة الأخيرة الماضية مزيداً من التأزم في العلاقات بين زعمائه السياسيين في محاولة منهم لاستعادة ما خسروه منذ أحداث 17 تشرين وتجيش مناصريهم حزبياً وطائفياً لضمان حصولهم على أكبر عدد ممكن من الأصوات بالانتخابات النيابية المقبلة. بالمؤتمر هيدا بلطجة، هيدا مش رئيس مجلس نواب. تخيلوا دولة على رئاسة مجلس النيابة تبعها، يعني يلي بتشرع القوانين يلي بتراقب الحكومة إذا خالفت، رئيسها بيقول أنا بسكر مجلس النواب وما في تصلحوا القانون، بدي خالف القانون وممنوع تصلحوه. في ظل المناوشات الدائمة التي نشهدها بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، كشف الصحفي جوني منير في مقابلة على صوت بيروت انترناشنال أن رئيس التيار النائب جبران باسيل طلب من حليف حزب الله منذ 3 أسابيع أن يصحح العلاقة بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ تعمق خلافهما عقب رفض المجلس الدستوري طعن التيار بالتعديلات التي أجريت على قانون الانتخاب. من جهته سلم رئيس الجمهورية ميشيل عون بحسب منير بحاجته لأن يكون على علاقة جيدة مع بري بما تبقى من عهده، لافتا إلى أنه بذلك ربما يستطيع عون أن يصل إلى إزاحة حاكم مصرف لبنان بهذه الحالة ويستثمر هذا الأمر في الانتخابات، مشددا على أن الانتخابات ستحصل بالرغم من التشكيك كونها تدخل بإطار برنامج موضوع للبنان وفقا لما أكده الصحفي جوني منير خلال المقابلة. بالتوازي شدد منير على أن الحوار الذي دعا إليه عون سقط حين لم يشجع رئيس التيار المستقبل سعد الحريري عليه، كما أكد أن الانتخابات الرئاسية ستحصل ولن يكون هناك جمهورية ثالثة أو طائف جديد، بل قد يكون هناك اتفاق دوحة جديد. أما على الصعيد الإقليمي والدولي أشار منير إلى أن هناك تطورات مهمة تحدث وسيعاد رسم الخارطات السياسية، ولبنان سيكون من ضمن الدول التي يتم فيها رسم الخارطة. وفي هذا الإطار أفاد الصحفي بأن المبعوث الأمريكي عاموس هوخشتاين كان من المفترض أن يأتي في 7 كانون الثاني الحالي إلى لبنان، ولكن حجة كورونا حسب زعم منير غير مقنعة، مرجحا أن يكون توقيت الاتفاق على ترسيم الحدود لا يزال غير مناسب. وقال أنا أعتقد أنه لا ترسيم قبل حسم وضع المنطقة، وحتى صندوق النقد لم يحن موعده بعد، إذ سيكون نوعا من أنواع الوصاية الدولية والمدخل الأساسي لكل ذلك الاتفاق النووي.